السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق اسمه ايتاب، ده خاص بـ Energy Management Solution، يعني إدارة الطاقة من ناحية الديزاين ومن ناحية التشغيل ومن ناحية Automated Power System، وسهل جدا في الاستخدام، وبيشتغل على Standard System Analysis، وبيشتغل برضو على ايتاب ديجيتال توين، التوأم الرقمي، بحيث ان هو يدير المنشأ ويقدر ان هو يكتشف المشاكل قبل ما تحصل ان شاء الله. زي ما انت شايف، لما تدخل في البرودكت بتلاقي حاجات خاصه بالالكتريكال، وحاجات خاصه بالاوبريت اند مينتنس، حاجات خاصه بالصيانه، ايتاب سكادا، ايتاب اي دي ام اس، باور مانجمنت، في حاجات خاصه بالاناليسيز، حاجات خاصه بالاوتوميت والاوبتمايز، حاجات خاصه بالبروجكت مانجمنت من خلال انت تسطبه على الموبايل، في حاجات خاصه بالانجينير اند بيلد، وعندنا دي الحاجات الخاصه بالديجيتال توين. طيب لو انا عندي المعلومات على الريفت وعايز انقلها على الايتاب، ففي ادنس شركه ايتاب عاملاها، هي مجانيه فري، تقدر ان انت تنقل البيانات عندك من الريفت للايتاب. دي المخطط تضحيات. تقدر ان انت تصدرها من الريفت وتستقبلها في الايتاب، وتقدر ان انت تستخدمها بعد كده عادي بدون اي مشاكل. او على الريفت وبعد كده على الايتاب، ايتاب ريفت داتا اتشينج، امبروف كواليتي اوف ديزاين، تأكد ان مفيش اي داتا مكررة، بلجن بسيط، كل اللي عليك ان انت تقول له داتا اكسشينج ويصدر لك الشغل للايتاب، ومن هناك تقول له امبورت وتبدأ تشتغل عليه عادي. فانا ان شاء الله هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، تحاولوا تجربوه ان شاء الله. Import Revit Drawing to ETAB One Line Diagram. Import Revit Load Classification to ETAB Load Code Factor. فهيبقى سهل جدا، بدل ما تبدأ الشغل على الإتاب تاخد الشغل من البيم وتكمله على الإتاب.